انا عمرو بسيوني الوافد الجديد لصفوف دمنهور من نادي الحمام. نرحب بيك على صفحه نادي دمنهور. الحمد لله، متشكرين قوي، وبشكر طبعا الناس اللي جابتنا هنا، والحمد لله الواحد عايز يبقى اضافه لنادي دمنهور، وتكون سنه كويسه علينا ان شاء الله كده، ونحاول نسعد جماهير دمنهور ان شاء الله. كابتن عمرو، عايزين نعرف مشوارك الكروي ابتدى منين ان اصبحت لاعب في صفوف دمنهور؟ انا بدايه الحمد لله يعني في نادي بلديه المحله، ولعبت خمس سنين ناشئين وسنتين درجه اولى دوري ممتاز، وبعد كده طلعت اعاره لبني عبيد سنه، ولعبت بني عبيد سنه كويسه الحمد لله يعني. وبعد كده جالي في السنه ديت المقاولين ودمنهور وجالي سموحه، وجيت هنا فضلت نادي دمنهور على مني سموحه كمان كانت عايزه تدفع فلوس عاليه وكده. فالحاج خميس جه نادي بني عبيد وقال لي عايز تلعب فين يا عمرو؟ عايز تروح سموحه ولا تروح دمنهور ولا المقاولين؟ قلت له لا، انا عايز العب في نادي دمنهور، كمان نادي جماهيري ونادي بيلعب كوره ونادي من الانديه اللي بيتنافس على طول، ونادي كويس وفيه لعيبه كوره كتير وكده. فالنادي بتاعي ما وافقش، بس انا جيت عملت العقد، مضيت العقد للحاج خميس هنا. بس النادي طبعا سموحه دفع فلوس عاليه جدا، وطبعا نادي بني عبيد من الانديه الضعيفه ماديا يعني، فحاولوا ان هم يستفادوا بالمبلغ، فروحت سموحه غصبا عن ارادتي يعني. بس انا طبعا كنت عايز ومنيت حياتي ان انا اجي العب في نادي دمنهور من زمان، وانا ماضي العقد ده اصلا يعني، كان جالي سموحه وبفلوس عاليه، مضيتش في نادي دمنهور وما كانش في دماغي اي فلوس ولا اي حاجات من دي. بس الموسم اللي فات كان موسم مميز لنادي الحمام، وشفنا عدته مباريات حلوه. هل اللعب الكويس السنه اللي فات ده هو اللي اهلك للعب النادي دمنهور السنه دي؟ الحمد لله يعني، الحمد لله لعبت في انديه كتير كتير يعني، وانديه معروفه، ولعبت في ابو قير، ولعبت في سموحه، ولعبت في منتخب السويس، ولعبت الانديه على طول على المنافسه على طول يعني الحمد لله. وطبعا في نادي الحمام السنه اللي فاتت مع قلة الموارد والإمكانيات يعني، الحمد لله الواحد عامل موسم كويس يعني معاهم. وطبعا الحاج خميس وكابتن بسام ليا الشرف يعني اللي أكون معاهم في النادي هنا، وكلموني يعني، وما اتكلمتش في أي حاجة تاني، وكان عندي البلدية المحلة جنب يعني كلموني، والمنصورة كلموني. بس أنا أمنية حياتي من زمان عايز ألعب في نادي دمنهور من زمان يعني، من أيام ما كنت بني عبيد، وأنا مضي لهم العقد ده أصلا من زمان. فجيت هنا والحمد لله يعني بشكر ربنا لاني يعني كانت امنيتي ان انا اجي العب في نادي دمنهور الحمد لله يعني. كابتن عمرو، شايف فتره الاعداد السنه دي ازاي مع الفريق والصفقات اللي انضمت لفريق دمنهور ادى على تحقيق حلم جماهير دمنهور بالصعود ان شاء الله للدوري الممتاز؟ ان شاء الله. انا شايف اللعيبه يعني جابوا اللعيبه المميزه كلها اللي في الممتاز بها، جابوا من الميه احمد منصور، وجابوا محمد صادق، اللعيبه دي مميزه جدا، كانت بتلعب قصادنا في نادي الحمام برضو، وجابوا من الحمام الحمد لله يعني عمرو بسيوني ومصطفى بديوي، من اللعيبه برضو اللي كان جاي لها انديه كتير وعاملين شغل مع الحمام. الحمام كان فريق بينافس على الصعود السنه اللي فاتت. بينافس على الصعود السنه اللي فاتت، وكنا فريقين 8 بونت ومع الامكانيات الضئيله ومفيش فلوس ومفيش حاجات من دي. الحمد لله نادي دمنهور السنه يعني جاب لعيبه مميزه جدا كتير يعني، كلها من الممتاز بيه، بس كلها لعيبه مميزه ومعروفه يعني. وربنا يسهل السنه دي يعني، احنا عايزين نعمل حاجه كويسه لنادي دمنهور يعني، والنادي ده معروف اصلا بجمهوريته يعني، والشعبيه بتاعه كبيره جدا، ان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره الجايه ديت ونصعد ان شاء الله. شايف توقف النشاط اثر كتير على اللعيبه؟ اثر كتير جدا، اثر معنويا، اثر نفسيا، اثر لياقه اللعيب، اثر ماديا ماديات اللعيب، اثر حاجات كتير قوي يعني. احنا يعني بس يعني احنا جينا نادي دمنهور الحمد لله النادي الوحيد اللي طلع للعيبه فلوس، بيساعد برضو يعني الاستاذ علاء رئيس النادي، الاستاذ ايهاب عبد الله رئيس النادي يعني متشكرين له قوي يعني، اللي هو وقف معانا برضو الفتره اللي فاتت ديت يعني، ادانا فلوس تمشي حال اللعيبه، وشاف ظروف اللعيبه، وبقالنا 9 شهور قاعدين ونصرف من جيبنا مفيش فلوس يعني، ساعدنا على قد ما يقدر يعني، والحمد لله احنا شاكرين له يعني لحد الوقت اللي احنا فيه ده دلوقتي يعني. كابتن عمرو بسوني، بتمنى ايه على المستوى الشخصي في الموسم الجديد وبتوع الجماهير دمنهور؟ انا بتمنى اعمل اللي انا ما عملتوش في سموحه وابو قير، حته الصعود. فانا بتمنى ان انا اصعد بنادي دمنهور السنه دي ان شاء الله، واكون اضافه كويسه لنادي دمنهور. وكانت امنيه حياتي ان السنه دي الدوري يتلعب بجمهور، عشان الجمهور هنا بيلعب الحجر الحمد لله، مش بميز ولا كلام من ده، بس انا طول عمري بلعب في استاد دمنهور، في الانديه دي كلها ما عدتش خالص، والحمد لله بلعب ماتشات على طول، وباجي هنا بشوف الجمهور بيأثر هنا، الجمهور هنا بيأثر جامد يعني. وربنا يكرمنا السنه دي ان شاء الله ونصعد ان شاء الله يعني، دي امنيه حياتي هنا ان شاء الله يعني. شكرا كابتن، نشكرك على حرصك للجروب، ونتمنى لك التوفيق. الله يخليك.